نفت وزارة التضامن الاجتماعي ما أوردته إحدى الصحف أمس حول رفع سعر الرغيف المدعم إلى ما بين 10 إلى 20 قرشا، وأشارت الوزارة إلى أن القرار رقم 46 لسنة 2009 الصادر عن الوزارة في يونيو الماضي يتعلق بتعديل مواصفات الخبز الطبقي والذي يباع منذ 3 سنوات بسعر يتراوح بين 10 قروش و20 قرشا في المحافظات. وأكدت وزارة التضامن استمرار منظومة الخبز المدعم في العمل جنبا إلى جنب مع الخبز الطبقي بأسعاره الحالية.